जैसे हम जानते हैं कि मेहदी अली कासमी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और पिछले दिनों से फ़याज़ रामे एडवोकेट की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की है दिन रात, और उस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं। अब सब दुआ करें कि उनको अल्लाह जल्द सेहतियाब कर दे। आमीन सुमामी। صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك.